هلا وغلا فيكم أعزائنا المشاهدين، ومرة جديدة ووقت جديد نقضيه معاكم في المجلة السعودية، وحياكم الله. أعزائي المشاهدين، أبغى أبدأ اليوم التأمل بسؤال: هل تم التلاعب بك؟ كيف تعرف إذا أنه قد تم التلاعب بك؟ كيف تعرف إذا أنه أحد غسل لك مخك؟ تذكر أيام طفولتك السعيدة لما كنت ما تفكر بشيء أو تهتم بشيء في هذه الحياة، وكنت عايش على البركة، تروح وتجي زي ما تبغى، ولا تحسب الوقت ولا تهتم بشيء. وقت ما يقول لك أبوك تعال خلاص لعب ترجع. الآن اسأل نفسك هذا السؤال: متى فقدت التحكم بمستقبلك؟ هل مستقبلك مخفي عنك؟ وليش ما تعرف إيش بيصير بكرة؟ إذا كنت تسأل هذه الأسئلة فمن الواضح والجلي إنه قد تم التلاعب بك، وأن هناك أشخاص يعرفون مستقبلك ويعرفون إيش بيصير معك أكثر منك. هذول الأشخاص هم المتحكمين بمجرى حياتك، وأنت مستعبد لهم تحت شعارات مختلفة، منها دينية أو وطنية أو قبلية إلى آخره. المسيح يسوع تبارك اسمه يبغاك تسترجع حقك منذ الولادة، أن تكون أنت من يتخذ القرار وتكون حر. المسيح قال: من لا يقبل الملكوت الله مثل ولد فلن يدخله، لوقا 18. كمان قال المسيح تبارك اسمه: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، متى 11:25. يمكن ما تقدر تصدق، أو قد يكون هذا صعب الفهم عليك، معك حق، لكن كل ما أسرعت في التعرف على الحقيقة وإدراك كيف قد تم التلاعب بك، كلما أسرعت في استعادة قوتك التي هي حق لك بالولادة من خلال عودتك بأسرع وقت ممكن للمسيح يسوع، وهو يعطيك الحرية الحقيقية. انظر حولك، الساسة والقادة يحكمون الطبقات البسيطة ويتحكمون بالمعلومات اللي يتلقاها عيالنا وبناتنا في أذهانهم من خلال التحكم بالمدارس الحكومية والمناهج الدراسية اللي يتلقاها عيالك بالمدارس. بعد القادة الدينيين نجحوا في إقناع بعض الشباب علشان يفجرون طائرات في مباني باسم الله، ذبح باسم الله، قتل باسم الجهاد، اغتصاب باسم السبايا، وسرقة باسم الغنائم، واحتلال باسم الفتوحات إلى آخره. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الإدمان على المواد الضارة مثل النيكوتين والكحول وبعض الأدوية تباع علنا عشان تدمر صحتك باسم الحلول السريعة والمسكنات. هذه المنتجات هي في الواقع سلطة خارجية. الحقيقة أنت محارب من قبل قوى الشر، أنت محارب فكريا وجسديا وروحيا ونفسيا، هذه هي الحقيقة. ولين ما تقرر بأنك قادر على أنك تفكر بنفسك فأنت لا تزال تحت السيطرة. تعال للمسيح الآن وكن حر نفسك. ليش؟ لأن المسيح يسوع تبارك اسمه يحارب عنك. يا جماعة الخير، تعالوا مع بعض ونشترك بهذه الصلاة. أيها الآب الإله القدوس الإله الواحد الملك
البداية والنهاية، الألف والياء. يا سيد العظيم، أنت تعلم أننا محاربين من قبل الشر، وكل المشاهدين يا رب حاططهم أمانة بين يدك، لأنك أنت المحارب عنا. يا سيد العظيم، أعطيهم الشجاعة أنه يقبلوك كمخلص شخصي لحياتهم، لكل نفس يا رب. ما تنتهي أيام على هذه الأرض إلا ويكون عارف المسيح رب ومخلص وإله، عشان تحارب عنه وعنها ويجوا لك أيها الإله القدوس ويخلصوا. يا سيد العظيم، فعلا أنت قلت تستطيعون كل شيء فيا في المسيح، وبدوني لا تستطيعون شيء. أنت قلت هذا الكلام يا رب في كتابك المقدس، وكلامك حق وصدق، فحاطت كل نفس يا رب تسمع الآن أمانة بين يدك باسم يسوع المسيح. خلص اليوم. آمين. سنين من عمري، سنين ضاعت وانا في اوهام. سنين من عمري، سنين مرت كما الاحلام. سنين من عمري، سنين ضاعت وانا في اوهام. سنين من عمري، سنين مرت كما الأحلام. وأنا بعبد إلها ما أعرفه، وله بسجد ما هو حبا فيه خايفة. وأنا بعبد إلها ما أعرفه، وله بسجد ما هو حبا فيه خايفة. وما فهم بس أقول آمين. سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح، في المسيح الحق بان وحررني. من قيودا عشت فيها سجين، صلاتي يا أحبابي
يا هلي ويا أصحابي تلقون الحق في المسيح الحياة صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي تعرفون الفرق في محبة الله وصلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي تلقون الحق في المسيح الحياة صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي تعرفون الفرق في محبة الله حبني ورعاني وكان لي معين سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق بان وحررني في المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق بان وحررني من قيود عشت فيها سجين ولا تجادل وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا براهين فتاوي في كل المسائل وقالوا اطلب العلم واسعى للحق المبين بس لا تناقش ولا لا تجادل جاوبوني بلا فهم لا دلة ولا براهين فتاوي في كل المسائل احترت أصدق مين ولا مين سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق بان وحررني في المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق بان وحررني من قيودا عشت فيها سجين سنين سنين سنين
يا مرحبا بكم مرة ثانية. اليوم بنتكلم عن قضية الحاكم والمحكوم. تجد عندنا احنا الشعوب العربية يطلعون على الحاكم ويقولون ارحل ارحل، او تلاقي الحاكم يقول لشعبه ارحل ارحل، او بستبدلكم بشعب اخر، مثل التركي لما قال يبغى يغير شعبه بشعب اخر. اتذكر مرة المذيع في التلفزيون سأل احد المتظاهرين ليش تتظاهر، لما كانت المظاهرات بمصر على حسني مبارك، ويقول لحسني مبارك ارحل، فكان الرجال ما عنده جواب. في الواقع انه مسكين وتفاجأ من هذا السؤال، مش عارفين. شعوبنا العربية شعوب طيبة وما تعرف ايش تبغى، علشان كده ودي انه كلنا نصلي ونقول لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، رومية 8:26. للأسف حكامنا يستغلون طيبتنا وينشرون بين الناس أمثال خربانة، مثل ارضى بقردك لا يجيك اللي أقرد منه، عشان ما يثور الشعب ضدهم. إذا ما هي الشروط المتوفرة بالحاكم حسب فكر الرب؟ يعني كيف الحاكم يكون حاكم ويكون الرب راضي عنه؟ نسمع هذه الآية من التثنية 17: فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره مين؟ الرب إلهك. من وسط مين؟ إخوتك تجعل عليك ملك. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. تثنية 17:15-20. يعني الملك لازم يكون من عامة الشعب، وما يكثر لنفسه الخيل والنساء، أو يبيع شعبه للأعداء بأن يهددهم باستبدالهم بشعب آخر، أو يتعاقد مع الغريب على مبدأ النفط مقابل الحكم، ويقضي بينهم بالعدل والمساواة، ويدافع عنهم ويخدمهم. يعني ببساطة يتشبه بالراعي الصالح، والمسيح هو الراعي الصالح، يوحنا 10:11. وبالمقابل الشعب كمان يجب أن يخضع للحاكم اللي اختاره الرب، ويسمح لهم بممارسة ديانتهم بكل حرية. كلمة الرب تقول اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل. بطرس الأولى 2:13. يعني أن نخضع لرئيس بلادنا إذا كان يدافع عننا وعن مقدراتنا، ولكننا نعزل الملك اللي يبيعنا للغريب ويبيع ثرواتنا ومقدراتنا ويدخلنا بحروب مالنا طاقة لنا بها. تعالوا يا جماعة الخير وخلنا نصلي ونقول يا رب يا يسوع نعظم اسمك نقدسك لك كل المجد. حاطين هذا الأمر يا رب، العلاقة بين الحاكم والمحكوم بيدك يا رب. كل واحد لازم يعرف واجباته وحقوقه، سواء من الحاكم أو المحكوم، وعطينا يا رب نفهم هذه الأمور حسب فكرك أنت فقط يا رب، وتكون أنت الوسيط بيننا، وتكون حياتنا حسب فكرك يا رب، عشان كل الأمور تمشي بكل سلاسة وبكل فرح بكل طمأنينة، لأنه أفكارك أفكار سلام من جهتنا، باسم يسوع المسيح بكل تواضع. آمين. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم. هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم. طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق، وشفت بعيوني اللي صار لعدويني. Thank you.
من الأسئلة اللي تطرح علينا عادة كمسيحيين وبشكل مستمر سؤال يقول: إذا كان المسيح قال لم آتي لأنقض الناموس، أجل كيف لا يوجد ختان في المسيحية ولا فيه قيود على الأكل ولا فيه تقديس ليوم السبت والكثير من الأمور المخالفة لشريعة اليهود؟ والحقيقة إني أفرح وأرحب بكل الأسئلة والاستفسارات الصادرة من شخص بذل مجهود وبحث، أو على الأقل حاول يفهم، مش واحد يجادل لمجرد الجدال ويسأل ولا حتى ينتظر إجابة. وعموماً عشان نجاوب على سؤال هل إحنا نقضنا الناموس أو لا، لازم نعرف معنى الناموس. فالناموس هو الشريعة اللي وضعها موسى بوحي من الله، تخص حياة وتعاملات اليهود كشعب ودولة، وسميت ناموس لأن فيها صفات وتعاملات الناموس، يعني تكون مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا تشرف على تطبيقها وتعاقب كل من يخرج عنها. والناموس ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع: الناموس الأدبي والناموس المدني والناموس الطقسي. الناموس الأدبي يختص في الوصايا العشر، وهي الوصايا المعروفة اللي أنزلها الله على موسى في جبل سيناء، مكتوبة على لوحين من حجر. وصايا مثل: لا يكن لك إله آخر، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، اكرم أباك وأمك، لا تشهد زور، إلى باقي الوصايات المعروفة وباقي الوصايا المعروفة. وهي وصايا لم يلغيها السيد المسيح، لكنها أخذت مع المسيح بعد أكبر، يعني ما عاد الزنا مثلا كفعل حرام، لكن مجرد النظرة تعتبر مساوية للزنا كفعل. أما الناموس المدني أو الاجتماعي فهي قوانين أو مجموعة قوانين خاصة باليهود كأمة وشعب ونظام دولة وعلاقتهم مع بعضهم ومع كل من حولهم، ويتضمن العقوبات وتنظيم العشور والتعاملات وتعاملات الدولة وتطبيق الشريعة. وقد انتهى العمل به أصلاً بانتهاء دولة شعب إسرائيل وهدم الهيكل سنة 70، ومش بسبب المسيح أصلاً. وأما الناموس الطقسي فهو مجموعة الشعائر الخاصة بالعبادات اللي تقرب الناس من الله، والهدف منها تنظيم العبادات والذبائح والتقديمات والمواسم والأعياد والصيام والصلوات، وكانت دائماً عرضة للتعديل حتى في زمن موسى، فهي طقوس تنظيمية قابلة للتغيير والتعديل. وحيث إن للهيكل دور أساسي في استمرار تلك الطقوس، فإن هدمه أوقف العمل بها نهائياً. ولأن كل ذا الشعائر كان هدفها ومضمونها التقرب من الله، فبعد مجيء السيد المسيح ما عدنا في حاجة لأي طقوس تقربنا منه، لأن المسيح أصبح هو الرابط الوحيد والجسر الحقيقي في علاقتنا مع الله، ومش الطقوس أو الفرائض. وكذا يكون المسيح لم يلغي بل أكمل وصحح المفهوم الحقيقي للناموس اللي وضعها الله رحمة للناس مش نغمة عليهم. ونفهم من خلال مجيئه وعمله أن المحبة هي أصل الناموس وروحه، فإن أول الوصايا وأعظمها أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يعني تخيل إن كل الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم جايين يقولون لنا كلمة واحدة بس: حبوا. بالضبط نفس الكلمة اللي يقولها لنا السيد المسيح اليوم وكل يوم. فإذا كان الناموس يرمز للمحبة، فإن المسيح هو المحبة الخالصة نفسها. فالناموس الحقيقي وضع محبة للناس،
وخدمة لهم ومش عبء مسلط على رقابهم. فمش معنى إكرام يوم السبت مثلا إنك تكرمه أكثر من نفسك أو من أخوك، فتترك إنسان مريض أو محتاج مساعدة عشان تكرم يوم السبت، أو تركز في طهارة أكلك وشربك ونظافة بدنك وترك قلبك مليان كره وحقد وغل وفساد وحسد. المسيح أبداً لم يلغي الناموس، ولكن بيّن لنا أن طهارة القلب ونظافة العقل أهم بكثير من طهارة الملابس ونظافة الأجسام، وهذا هو الهدف الحقيقي من الناموس. أقول لكل من يسأل أن الناس ضيعوا المعنى الحقيقي للناموس، فزادوا فيه وتقيدوا به تقيد حرفي، وبعدوا عن مقصده الأساسي وخلوه سبب للتعدي على الناس وهو الموضوع لحمايتهم. عشان كذا الله رحمنا ورأف بحالنا، فما عاد الناموس المكتوب وسيلتنا للتقرب منه، لكن أصبح السيد المسيح الحي هو الوسيلة الوحيدة للوصول لله، والباب الوحيد المؤدي للملكوت. فلا طقوس ولا ناموس ولا عبادات ولا أي شيء ثاني في الحياة ممكن يربطنا بالله إلا السيد المسيح. عشان كذا يوم عرفناه تركنا كل شيء في العالم وتبعناه، فلا عبادة ناموس ولا تقرب بفروض، لكن حياة مع المسيح وبه. واليوم أنصح كل من يدور على الحق أن يستمر في البحث ويصبر، وأكيد بيوصل، وبيجي اليوم اللي يرمي فيه أحمال الناموس ويأتي فيه للمسيح، فمعاه كل شيء وبدونه ما نملك أي شيء، هو النور والحق والحياة، وما يفصل بينك وبينه غير أنك تتعرف عليه. وختاما أشكركم على متابعتكم، وأشوفكم الأسبوع القادم على أحر من الجمر في المجلة السعودية وكلام جديد ودي أقوله. وفي أمان الله.